حاتم علي لم يكن مجرد مخرج قدم أعمالاً متميزة لا تنسى، بل كان الرجل الذي بنى الهرم الفني في سوريا وجلس على قمته ووضع الدراما السورية على الخارطة. ومن الصعب جداً إعادة بناء الهرم أو بناء قمة من جديد. وعلى مدى 60 عاماً حاول فيها العرب تقديم دراما تاريخية متميزة، لم ينجح في ذلك مخرج بقدر ما نجح حاتم علي بتقديمه مجموعة من أروع الأعمال التاريخية مثل مسلسل عمر ومسلسل صلاح الدين الأيوبي وثلاثية الأندلس، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف. ومنذ أيام قليلة ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده، تاركا في قلوب الكثيرين غصة مؤلمة وإبداعات لن تنسى. وذلك عندما توفي يوم 29 من ديسمبر عام 2020 في مصر إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل غرفته بأحد فنادق القاهرة، بعد رحلة في عالم الدراما استمرت أكثر من 3 عقود. ولد العلي في 2 يونيو عام 1962 في الجولان السوري، ونزح وعائلته وسكن مخيم اليرموك، لذلك فقد عاش طفولة صعبة يسودها الفقر والتشرد. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986 بقسم التمثيل. عمل ممثلا وكاتبا ومخرجا ومنتجا. بدأ العلي حياته الفنية ممثلا مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 88، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد فيها شخصيات مختلفة تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة في عمله الرائع مرايا. أدى العلي أدواراً تلفزيونية متنوعة، وقد وصل عددها إلى 23 عملاً تلفزيوني، أهمها هجرة القلوب إلى القلوب عام 90 للمخرج هيثم حقي، والخشخاش عام 92 لبسام الملا، إضافة إلى دوره المميز في التغريبة الفلسطينية عام 2004، وكان المسلسل من إخراجه، والعراب بجزئيه عام 2015 و2016، وكان المسلسل كذلك من إخراجه. توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدداً كبيراً من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات. وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم، والذي يعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان، كما قام بإخراج أعمال تاريخية ضخمة. فقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي عام 2001 وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال، إضافة إلى إخراجه مسلسل صقر قريش عام 2002 وربيع قرطبة عام 2003 وملوك الطوائف عام 2005. وعلى صعيد كتابة السيناريو ألف فيلم زائر الليل الذي أخرجه محمد بدرخان، كما كتب مسلسل القلاع الذي أخرجه مأمون البني، وألف فيلما تلفزيونيا بعنوان الحصان أخرجه بنفسه، وشارك في كتابة فيلم آخر الليل مع الكاتب عبد المجيد حيدر، وحصل من خلاله على أول جائزة كمخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1996، كما كتب للمسرح 3 مسرحيات منها الحصار بالتعاون مع المخرج المسرحي زينات قدسية، كما كتب مسرحية حكاية مسعود، وأخرج 3 أخريات منها البارحة اليوم. وأثر حاتم على المكتبة التلفزيونية بأعمال كثيرة استقطبت اهتمام ملايين المشاهدين العرب، من أبرزها مسلسل الفصول الأربعة، وهو من أكثر الإنتاجات التلفزيونية السورية في العقود 3 الماضية. وتميزت أعمال كثيرة أخرجها علي بضخامة الإنتاج، بينها خصوصا مسلسلات تاريخية تروي حقبا هامة في التاريخ العربي والإسلامي. ومن أبرز هذه الأعمال صلاح الدين الأيوبي الذي عرض في 2001 وتخطت شهرته حدود العالم العربي، كذلك الأمر مع مسلسلي الملك فاروق 2007 وعمر 2012،
اللذين استحوذا على اهتمام كبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وله عدة أعمال سينمائية، منها فيلم العشاق 2005، وهو فيلم روائي طويل مقتبس عن مسلسل أحلام كبيرة إنتاج سوريا الدولية للإنتاج الفني. شغف 2005، فيلم قصير. سيلينا 2008، فيلم غنائي طويل كتبه الرحابنة منذ سنوات وأنتجه نادر الأتاسي، بطولة مريم فارس، وقد كان مرشحا لإخراج مسلسل محمد علي باشا، ولكنه لم يقم بذلك. بعد الثورة السورية نزح العلي إلى مصر بعد انحيازه إلى احتجاجات عام 2011، وأخرج بمصر عدة أعمال ناجحة، منها مسلسل تحت الأرض لأمير كرارة، حجر جهنم لكندا علوش وشيرين رضا، وكأنه امبارح لرانيا يوسف. نشر حاتم علي مجموعتين قصصيتين هما ما حدث وما لم يحدث، موت مدرس التاريخ العجوز، وخاض تجربة الإنتاج من خلال أفلام مثل علاقات شائكة عام 2006 ومسلسل طوق الياسمين عام 2008، فيلم 8 مليمتر ديجيتال 2008، وفيلم ميكي ماوس عام 2009 من إخراج عمرو علي. كما أعلن علي رسميا في 25 من كانون الأول ديسمبر عام 2007 افتتاح شركته صورة للإنتاج الفني، التي بدأت أول إنتاجاتها مع مسلسل صراع على الرمال. كان لعلي نصيب وافر من الجوائز والتقديرات، وصلت ل18 جائزة، نذكر أهمها حصوله على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل عام 86، عضو في نقابة الفنانين السوريين، أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن فيلم آخر الليل 96، ذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل الزير سالم 2000، أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل سفر 1997، ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي 2001، ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل الاجتماعي الفصول الأربعة 2002، أفضل مخرج عن مسلسل صقر قريش من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل التاريخي ملوك الطوائف، أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عن مسلسل الملك فاروق 2007. وأخيرا بكل الأسى نودع واحدا من أعمدة الدراما العربية والتاريخية، وداعا صاحب الأعمال الفريدة والأحلام الكبيرة، رحلت تاركا ندبة عميقة وجرحا غائرا داخل الدراما العربية عموما والسورية خصوصا. وداعا عراب الدراما السورية.